أكثر 100 عبارة استخداماً باللغة الإنجليزية. أكيد هذه العبارات مش حيكونوا العبارات الأساسية اللي هن هاي هاو ار يو، لا، رح نكون عم نتعرف على العبارات يلي بيستعملون النيتيف سبيكرز. Are you ready؟ لأنه أنا كتير متحمسة لهيدا الفيديو. رح نبلش بالعبارة الأولى اللي هي stay out of trouble. Stay out of trouble. Stay out of trouble بمعنى ما تحط حالك بمشاكل. Don't do anything I wouldn't do. Don't do anything I wouldn't do. It's another way to say stay out of trouble بمعنى ما تعمل شيء أنا ما بعمله. يعني خليك بعيد. We also have you're pushing your luck. You're pushing your luck. It means إنه you are taking too many risks. يعني أنت عم بتحط حالك أيضا بأشياء ما بدك إياها. You have your head in the clouds. You have your head in the clouds. That sentence means إنه أنت يمكن حاطط high expectations أو حاطط توقعات عالية and you might get disappointed. مثل كأنه حدا عم بيقول إنه أنت عم بتعلق حالك بحبال الهوى. We also have let me know. Let me know. Let me know بمعنى خبرني أو أعطيني more information. Get back to me. Get back to me. Get back to me means respond to me. بمعنى رجع جاوبني. We also have get over yourself. Get over yourself. Get over yourself بمعنى stop being conceited. يعني ما تكون كتير مغرور. ما تفكر حالك حدا مهم. We also have get real. Get real بمعنى كون واقعي. الجملة اللي عم تقولها خليها to make sense. Let's get down to business. Let's get down to business منستخدمها بس نحن يمكن نكون قاعدين مع أشخاص، يمكن زملاء عملنا وعم نتحدث وأخذنا حديث وجبنا حديث، ولكن خلص we want to be serious منقلن let's get down to business، يعني خلينا نشتغل، خلينا نكون جديين. We also have it was like pulling teeth. It was like pulling teeth. It means that you had a tough day. يعني كيف إنه أنتوا بتسحبوا سن أو إذا بدكم درس بيوجعكم. So it's the same إنه it was a tough day. We also have good to know. Good to know. Good to know بمعنى منيح إني عرفت، ولكن إلى معنيين حسب أنا كيف عم قولها لهيدي الجملة. إذا كنت عم قولها good to know it means إنه أنا انبسطت بالمعلومة يلي خبروني إياها وحبيت إني عرفتها. However إذا حدا خبرني شيء وأنا ما بدي أعرفه بقول له good to know، يعني يا ريتك ما خبرتني. So our attitude كمان هي مهمة. We also have who knows. Who knows. Who knows بقدر كون عم بستخدمها لأقول مين بيعرف شي معين، لأسأل إنه مين بيعرف شي معين. Who cares. Who cares. Who cares بمعنى مين بهمه. كمان ممكن تكون sarcastic بميل إنه مين بهمه، أو عن جد كون عم بسأل عن مين بهمه شي معين. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? مين مفكر لي حالك؟ Who asked you? Who asked you? Who asked you? مين سألك؟ I'd like to pick your brain. I would like to pick your brain. هيدي العبارة بستخدمها بس أنا كون بعرف إنه شخص بيبرع بمجال معين. So أنا بقول له I'd like to pick your brain بمعنى بدي أعرف. For example, I'd like to pick your brain to take marketing advice. I don't know. يعني أنا بدي كون عم بستفيد من معلوماتك بهيدا المجال. I'd like to pick your brain. Keep me posted. Keep me posted. Keep me posted بمعنى keep me updated بمعنى خليني على اطلاع على شو عم تعمل او على حي لموضوع. I don't know off the top of my head. I don't know off the top of my head. يعني يمكن انا اكون حكيت شيء من راسي. هيدي العباره it means that I need to check what I said. I don't know off the top of my head. يعني ما بعرف اقول لك شيء من راسي. We also have I spoke too soon. I spoke too soon. I spoke too soon بمعنى كان لازم عيد إذا بتكون هيك ارجع فكر بالشي اللي قلته وارجع قوله عن جديد بمعنى أنا تسرعت وحكيت. Keep them on their toes.
keep them on their toes. Keep them on their toes بمعنى ما تريح لهم بالهم، خليهم محرقسين تجاه معلومة معينة. يعني يمكن حدا سألني عن شيء بقول له keep them on their toes بمعنى ما تخبره، ما تريح له باله، خليه يضله هيك الآن على الموضوع. I'm sorry for the mix-up. I'm sorry for the mix-up. I'm sorry for the mix-up. يمكن أنا خلطت مواضيع ببعضها، حكيت كلمات ما قالها عازس، وبهذه الطريقة بكون عم بعتذر على الشيء اللي قلته. I'm sorry for the mix-up. أو يمكن أنا وصلت فكرة غلط للشخص اللي قدامي. We also have wait. Don't tell me. Wait, don't tell me. هذه العبارة بستخدمها بس يجي حدا يكون بده يخبرني موضوع معين، ولكن أنا أصلاً بعرف عن هذا الموضوع بقول له wait, don't tell me. يعني خليني أنا أتحذر شو بدك تقلي. I would be happy to help. I would be happy to help. I would be happy to help بمعنى رح كون مبسوط إذا بساعدك. You get what you pay for. You get what you pay for بمعنى بتحصل على الشيء اللي دفعته. يعني هذه العبارة بستخدمها يمكن أنا شفت غرضين كل واحد بسعر شيء، واحد رخيص واحد غالي، اشتريت الرخيص ام طلع الرخيص ما بيسوى. So you get what you pay for. ما أنت بتعرف إنه رخيص يعني ما رح يكون الكواليتي منيحة. We also have right this way. Right this way. Right this way بمعنى يمكن حدا يكون عم بيسألني عن مكان معين بقول له right this way يعني من هيدا الاتجاه. I can't keep up. I can't keep up. I can't keep up means I have a lot of work to do. Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes بمعنى حط حالك محلي. يعني يمكن في أنا موقف كنت محطوطة فيه بقول له للشخص إنه حط حالك بمحلي كيف كنت حتتصرف. Put yourself in my shoes. I have a lot of time on my hands. I have a lot of time on my hands بمعنى I have a lot of free time. عندي كتير وقت فراغ. I have a lot on my plate. I have a lot on my plate بمعنى I have a lot of tasks to do. عندي كتير اشياء اعملها. Give me a break. Give me a break. Give me a break بمعنى بدي اخذ استراحة. يعني I don't want to do anything. We also have stop being so hard on yourself. Stop being so hard on yourself. يعني يمكن نشوف شخص عن جد كتير عم بيضغط على حاله، كتير عم بيزعل حاله، كتير عم بيشغل حاله. So بقول له stop being so hard on yourself بمعنى ما كتير تكون عم بتعذب حالك. We also have how is work going for example أو how is your family going, how is life going. هذه الطريقة بكون عم بسأل شخص إنه مثلا كيف شغلك، كيف حياتك، كيف عائلتك إلى آخره. Have you heard the good news? Have you heard the good news? Have you heard the good news? سمعت الأخبار الحلوة. Push back the appointment. Push back the appointment. Push back the appointment بمعنى أجل الموعد أو أخره للموعد. I don't want to hear that. I don't want to hear that. I don't want to hear that. ما بدي أسمع. I'm losing it. I'm losing it. I'm losing it. بمعنى I'm going crazy. I'm جن. I lost my marbles. I lost my marbles. I lost my marbles. كمان is another way to say I'm losing it. يعني I'm going crazy. I've lost my touch. I've lost my touch. I've lost my touch. بمعنى أنا يمكن كنت أبرع بمكان معين، ولكن I've lost my touch بمعنى بطلت اشتغل أو بطلت عم أقدم مثل ما كنت أقدم بالأول. بطلت عم أعمل شيء مثل ما كنت أعمله بالأول. I haven't kept in touch with them. I haven't kept in touch with them. بمعنى ما بقى في كتير تواصل معهم. I haven't kept in touch with them. Stay in touch. Stay in touch. Stay in touch بمعنى خليك على تواصل. You look like a deer in headlights. You look like a deer in headlights. You look like a deer in headlights. يعني you look scared. هيك كأنك أنت خيفان مش قادر تتحرك. We also have can I take a message? Can I take a message? Can I take a message? بمعنى في اخذ اللي بدك تقوله، يعني يمكن حدا عم بيتصل وانا بدي اقول انه الشخص اللي عم تتصل فيه منه موجود. Can I take a message؟ بدك خبره شيء يعني. They're out of the office right now. They're out of the office right now. They're out of the office right now بمعنى هن برات المكتب حاليا.
They're not available at this moment. They're not available at this moment. They're not available at this moment. بمعنى هن منن متاحين بهذا الوقت. Don't push me. Don't push me. Don't push me بمعنى ما تجبرني. Don't push me. Don't be so quick at judgment. Don't be so quick at judgment. Don't be so quick at judgment بمعنى ما تحكم دغري على الشيء أو على الشخص. I have a good or bad feeling about this. I have a good feeling about this بمعنى عندي شعور حلو إيجابي تجاه شيء معين. I have a bad feeling about this بمعنى عندي شعور سيء تجاه شيء معين. I have a good or bad feeling about this. I can't imagine. I can't imagine. I can't imagine بمعنى ما بقدر اتخيل. We also have a little birdie told me. A little birdie told me. A little birdie told me. كيف بنقول بالعربي العصفورة خبرتني. So it's the same in English. العصفورة خبرتني. يعني أنا عم خبر عن a rumor. بمعنى عن شيء شائعة طلعت. Make time for something. يعني عمول أو إذا بدكن لقي وقت كل شيء معين. For example, make time for me. Make time for learning English. Make time for reading anything. يعني بدك تلاقي وقت. Let me see if I can move things around. Let me see if I can move things around. Let me see if I can move things around. بمعنى خليني اشوف كيف بقدر رتب اموري. يمكن انا اتصلت بحدا وقلت له انه بدنا نعمل اجتماع اليوم على الساعه 3 هو وقته مفول. سو ممكن يقول لي let me see if I can move things around. بمعنى خليني اشوف اذا بقدر اكون عم شيل اشياء او عم رتب الاشياء لاقدر اجتماع معك. We also have look out. Look out. Look out. انتبه. او watch out. Watch out كمان يعني انتبه يعني اطلع قدامك. Think fast. Think fast. Think fast بمعنى يلا فكر بسرعة. Loosen up. Loosen up. Loosen up بمعنى relax. بمعنى chill out. أيضا فينا نكون عم نقول put something or someone on hold. Put something or someone on hold بمعنى خليه ينطر. For example, انتو بس تدقوا لشركة معينة, they put you on hold, بمعنى بخلوكن بوضع الانتظار تنتظروا ليحولوكن لشخص يلي بدكن تحكوا معه. You can't be serious. You can't be serious. بمعنى ما فيك تكون جد. يعني يمكن حدا يكون عم بيخبرني موضوع وانا مستغربة من هذا الموضوع قال له you can't be serious. يعني مش معقول. Go ahead. Go ahead. Go ahead means كأني عم قول إنه يلا أو تفضل أو عمول بدك إيه. We also have it's no big deal. It's no big deal. It's no big deal بمعنى ما في شيء. يعني فينا نقول كأننا there's no problem. Will do. Will do. بس حدا يكون يمكن عم بيطلب مني شيء بقول له will do بمعنى رح أعمله. We also have don't put me on the spot. Don't put me on the spot. Don't put me on the spot. يمكن أنا أكون عم بتخانق أنا ويمكن خيي قدام العالم. So بقول له don't put me on the spot بمعنى ما تعيط علي قدام العالم. أيضا فينا نكون عم نقول watch where you're going. Watch where you are going. Watch where you're going. يمكن أنا ماشي بالشارع وحدا ماشي وخبط فيه بقول له watch where you're going بمعنى اطلع قدامك. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? بمعنى كيف بقدر ساعدك. We also have what are you gonna do? What are you going to do? What are you gonna do? بمعنى شو راح تعمل. We also have it's out of my hands. It's out of my hands. It's out of my hands بمعنى I can't control it. بمعنى شي خارج سيطرتي. Hands off. Hands off. Hands off بمعنى don't touch something. Hands off أو حدا يقلنا hands off بمعنى ما تلمس شيء معين. Hang tight. Hang tight. Hang tight بمعنى wait. Hurry up. Hurry up. Hurry up بمعنى عجل كلياتنا بنعرفها. Keep my head above water. Keep my head above water. Keep my head above water means أنه
ما تخليني فوت بمصايب معك، بمعنى أنا شيلنا عشان ما خصني بالشي اللي عم تعمله. Get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone هي لما أنتوا تكونوا عم تكسروا شيء بتخافوا تعملوه. يعني for example let's take English as an example، إنه أنتوا بتخافوا تحكوا on English so you should أو you must get out of your comfort zone، بمعنى أنتوا لازم تكسروا هيدا الحاجز، تبلشوا تحكوا لتبطلوا خايفين. I can't get that song out of my head. I can't get that song out of my head. بمعنى ما عم بقدر شيل هيدا الغنية من راسي. What is your favorite song by the way? Mine is Taylor Swift song Stop You're Losing Me. كمان صار عم بسمعه أكتر من 3-4 أسابيع، كل يوم 10-15 مرة. Anyway, I have some money burning a hole in my pocket. I have some money burning a hole in my pocket. بمعنى كأنه شخص عم بيقول إنه مصرياتي أو معي شوي مصاري زيادة مش عارف شو بدي أعمل فيهم. I have some money burning a hole in my pocket. I can't put a face to the name. I can't put a face to the name. هذه العبارة بستخدمها بس كون أنا بتذكر اسم ولكن ما بتذكر شكل شخص. I can't put a face to the name. You're playing both sides. You're playing both sides. You're playing both sides. We need to talk. We need to talk. We need to talk. لازم نحكي. We also have you're killing the mood. You're killing the mood. يعني يمكن نحن نكون ضاهرين مع رفقاتنا وكلياتنا مبسوطين، في شخص قاعد عم ينق علينا وبنقول له you're killing the mood، بمعنى عم تنزعلنا الجو، عم تنزعلنا القعدة. You went too far. You went too far. You went too far. هيدي بستخدمها يا اما لما اكون عم اقول لشخص انه انت اللي حكيته تخطيت حدودك فيه، او لما الشخص يكون مفكر شيء غير اللي انا عم بحكيه، يعني بمعنى اخر راح على مجال تاني، راح تفكيره لبعيد. You went too far. I'm flattered. I'm flattered. I'm flattered means انه I'm very happy. I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. هيدي العبارة بستخدمها لما أكون عم أقول I'm sick. You win some, you lose some. You win some, you lose some. هيدي العبارة بستخدمها to cheer someone up. يمكن حدا خسر ولكن بستعملها هيدي العبارة لأكون أنا عم شجعه، عم حفزه إنه الحياة مرة بتخسر مرة بتربح فيها. You win some, you lose some. We also have living beyond your means. Living beyond your means. بمعنى آخر إنه you are living your dreams. Please excuse us. Please excuse us. هيدي العبارة أنا بحبها لأنه ممكن نكون نحن قاعدين جماعة أشخاص، بدل ما أكون عم قله لشخص إنه خلاص تأخر الوقت بدي فل، please excuse us، بستأذن وبفل دغري. We also have please have a seat. Please have a seat بمعنى تفضل اقعد، بس نسمع عبارة have a seat بمعنى تفضل اقعد. You're all over the place. You're all over the place. You're all over the place. I have no idea. I have no idea. I have no idea. ما بعرف. I think there must be kind of mistake. I think there must be kind of mistake. هيدي العبارة بكون عم بستخدمها بس كون عم اقول لشخص انه يمكن حضرتك غلطان. If I'm not mistaken, if I'm not mistaken, بمعنى إذا أنا مني غلطانة, if I'm not mistaken, as far as I know, as far as I know, as far as I know, بمعنى على حد علمي. Don't play dumb with me. Don't play dumb with me. Don't play dumb with me, بمعنى ما تتغيب معي, ما تعمل لحالك غبي معي. I have faith in you. I have faith in you. I have faith in you means I believe in you. أنا بآمن فيك وبقدراتك. For example, I have faith in you that you're going to learn English very fast. Moving on, we have get your hand in the game. Get your head in the game. Get your head in the game بمعنى focus on the game. ركز. Living the dream. Living the dream. Living the dream بمعنى عيش الحلم. You pulled a fast one on me. You
pulled a fast one on me. You pulled a fast one on me. بمعنى يمكن نحن نكون قاعدين نحن ورفقاتنا وحدا استفزنا بطريقة معينة أو حدا نكت علي نكتة معينة. بمعنى آخر you tricked me. كنت سريعة. We also have I want nothing to do with it. I want nothing to do with it or I have nothing to do with it. بمعنى ما خصني أنا. عنا أيضا I'm washing my hands out of this whole situation. I'm washing my hands out of this whole situation. I'm washing my hands out of this whole situation. بمعنى أنا ما دخلني بشي من هيدا اللي عم تخبروني إياها. بمعنى آخر غسلت إيدي من هيدا الخبرية ما دخلني استفلو. It's up to you to subscribe to our YouTube channel, but please do. It's up to you نستخدمها هي بس كون عم قول لشخص إنه شي بيرجع لك. It's up to you. I wouldn't hurt a fly. I wouldn't hurt a fly. I wouldn't hurt a fly. هيدا بنكون عم نستخدمها بس كون عم قول لشخص إنه أنا حتى ما بقدر إذي حشرة كيف بدي إذي شخص آخر. I wouldn't hurt a fly. We're short on time. We're short on time. We are short on time بمعنى ما عندنا كتير وقت. We also have I think I'll pass. I think I'll pass. I think I'll pass is another polite way to say no. بمعنى يمكن حدا عم بيسألني شيء معين بقول له I think I'll pass يعني لا. So glad you could make it. So glad you could make it. So glad you could make it. وحضرتوا هيدا الفيديو كلياته للآخر لأنه بهيدي الطريقة صار معكم 100 عبارة، 100 عبارة مهمة باللغة الإنجليزية لتكونوا عم تستخدموها بحيلا situation أنتوا كنتوا موجودين فيها. إذا كملتوا هيدا الفيديو للآخر I'm very proud of you. مثل العادة بدي أذكركم إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك، تتركوا أرائكم بالتعليقات. إذا بعدكم مش مشتركين بقناتنا ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات ليضل عم يوصل لكم كل فيديو جديد عم ننزله. ما تنسوا أيضا تتابعونا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي كلياتها. Thank you very much for watching وأنا بلاقيكم بالفيديو القادم. Goodbye.